بسم الله الرحمن الرحيم. بكرة بإذن الله تعالى اجتماع مجلس الوزراء يعقبه مؤتمر صحفي مهم جدا لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كوجك. دايما الناس كانت بتسأل وتتساءل، وياما عملنا حلقات وكله عمل حلقات وكله يتساءل، عايزين سياسة ضريبية معروفة، عايز استثمار يبقى عندك 1 2 3 ضرائب، 1 2 3 رسوم، 1 2 3 أبقى أنا جاي مصر أو أنا رجل أعمال أو مستثمر مصري أعرف أولي إيه وآخر إيه. ده الاستثمار. كان عندنا سياسات ضريبية متغيرة. يعني إيه؟ أقول لك مثلا كان أسهل حاجة الضرائب. أنت عايز فلوس فزود ضرائب، عايز تزود الحصيلة فزود ضرائب، ارفع شرايح وغيره وغيره. دي كان أسهل حاجة، اللي هو جمع أموال. حدش بيقول لا، الضرائب مهمة جدا والناس بتدفع ضرائب طبعا، وهذا حق الدولة صحيح، ولكن في مناخ ومنافسة شديدة جدا في المنطقة والإقليم على الاستثمار، دول بتدي حوافز هائلة جنبنا وحوالينا وقريبة وبعيدة عشان عايز جذب استثمار. طيب انت لازم تعمل ايه اللي هيحصل بكرة؟ هتعمل ايه اللي هيحصل بكرة؟ غدا المؤتمر الصحفي فيه تحديد لسياسات ضريبية جديدة. رئيس الوزراء بالمناسبة لما كنا مع سيادته من شهر في العالمين قال لنا خلال اسبوعين ثلاثة هيبقى في مؤتمر صحفي، ووزير المالية بيشتغل دلوقتي على سياسات ضريبية عشان تسهيل على رجال المال والأعمال والمستثمرين. اللي أقدر أقوله لكم بشكل قاطع، بداية المؤتمر بكرة والإعلان بكرة عن تفاصيل، اعتبروه كده بداية جديدة ما بين مصلحة الضرائب وقطاع المال والأعمال والاستثمار ورجال الأعمال. اعتبروه شراكة جديدة ما بين الضرائب ورجال الأعمال والمستثمرين طبعا، لأنه بكرة هيكون فيه تحرك في هذا الملف، تحرك بيدي تسهيلات. أي مستثمر يقول لك عايز أعرف مثلا اعمل لي سياسة محددة لمش سنة، ما تغيرليش كل سنة، أنا بتكلم على حد أدنى 5 7 8 10 سنين مثلا، يبقى فيه سياسة واضحة لتقدم لرجال الأعمال والمستثمرين، يبقى هو عارف من هنا لحد مثلا 20 30 يعرف الست سنوات اللي جاية ايه اللي مطلوب في ملف الضرائب. طيب في ضرائب على ناس ومش عارفين يدفعوا، وفي مشاكل ضريبية، وربما يكون في بعض الحاجات والتقديرات مثلا، بدي مثل يعني، وفي مشاكل في الملف ده. وسيادة الرئيس من فترة من ايام حتى الدكتور محمد معيط وبعده الوزير احمد كوجك، سيادة الرئيس اتكلم على حل مشاكل الضرائب، بحيث ملف الضرائب ده الحاجات اللي قديمه اللي بقالها سنين الافضل تاخدها ولا تفضل مهمله